السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، بإذن الله. ثم أما بعد، هنتبهدل في مشوار 8 ساعات ونص. المشوار ده الصراحة يعني هو مرهق، ولكن هو بالنسبة لروسيا هو مش حاجة. 8 ساعات ده مش حاجة، المفروض يقول لك لا لازم يبقى 28 ساعة أو 26 ساعة. لكن في الأوتوبيس بقى والقعدة دي هي بتبقى مش لطيفة يعني. لكن لو في القطر النوم أنت نايم إن شاء الله 4 أيام بس نايم. فالمهم عدى 5 ساعات، فاضل 3 ساعات إن شاء الله خير، إحنا نص الطريق. المهم موضوعنا إيه النهاردة؟ أو قصة اليوم. قصة اليوم أتذكر صديق، ما كانش صديق مقرب يعني، بس كان راجل معرفة، راجل محترم، راجل لا ينقصه مال أو جمال، الحمد لله، بسطة في الجسم، جميل الخلقة، وشغل شغلانة كويسة فدخله كويس والدنيا حلوة، وغير متزوج وعايش في روسيا. فكنا متقابل كل فين وفين، أنا ساعتها مكنتش عايش في روسيا. ففي مرة من المرات اللي جيت فيها روسيا، فبنتكلم قعدنا مع بعض واتكلمنا، فأنا عرفت معلومة كده عنه، فما حبيتش إن أنا أقولها له بشكل مباشر، فقلت له أخبار الدنيا إيه؟ آه كذا تمام، ده أخبار الدنيا في كذا، آه تمام. قلت له عارف في ناس كده ساعات يعني إيه وهم بيدوروا على زوجة بيلوش، وعايز أوصل له المعلومة يعني إيه بشكل مضحك يعني. دول عقول، انت بقى من الناس دول اللي هو اي حاجه والسلام على بقك، تبقى واحده متجوزه بقى مش مشكله، واحده كبيره في السن. وقال لي لا انا ابعد ما يكون للكلام ده. قلت له لا يا راجل بجد؟ قال لي اه. فقفل عليا لو هو قال لي مثلا، لو هو صارحني كنت كملت له في الموضوع وبضحكه كده واديته النصيحه، لكن هو انكر وخلاص قفل الموضوع. القعده الثانيه قعدت معاه قعده ثانيه، بس كان فيها جدية أكتر. قلت له إن شاء الله هنفرح بيك قريب بقى. قال لي آه إن شاء الله. قلت له بس بص، يعني لو أنت في حد تعرفه كويس وبتاع ده اقدم عليه، لكن لو واحدة مثلا ليها ظروف خاصة بلاش، أنت راجل ابن ناس مش بتاع ظروف خاصة خالص. فقال لي آه أكيد. برضو أنكر، مش عارف أدخل المدخل الصح. فقلت له شوية أمثلة دينية أو حاجات من السلف الصالح لحاجات تخص موضوع الزواج، وإن النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر بن الخطاب عمل إيه، وسيدنا عثمان بن عفان، قصص كده يعني. إنه ياخد باله إن أنا عارف، ما خدش باله. القعدة التالتة قلت بص، يعني قال بقى ما قالش، أنا هخش في الموضوع. فجيت في القعدة التالتة قلت له بص بقى، انت شكلك عارف واحدة وواقع في قشوشتك. قال لي مش صحيح. قلت له لا صحيح، باين عليك كيانك مقلوب وبتاع. قال لي لا فين كياني المقلوب ده وبتاع، قعد ينكر بقوة لحد ما ايه راح قايل جملة كده قفلني بقى، عارف اللي هو لا يعني اللي هو ايه، لو عارف حاجة اقول، مش عارف حاجة اسكت، حاجة زي كده يعني، اللي هو قلب مزعل يعني. فقلت له لا يا عم خلاص، ما هتزعل على ايه، مش مهم، خلي عنا خالص. وسكت. جيت في المره الرابعه بقى، ودي كان بعد من المره الاولى بعدها يمكن بسنتين يعني، كتير وقت كبير عدى. طبعا ما بين المره والمره كنا نتقابل مثلا وسط ناس، ما كانش بيني وبينه بس، فانا كنت بستغل الفرص اللي انا بيني وبينه بس علشان اقول له بلاش الست اللي انت بتعرفها دي. فالمهم هو عشان اقول لكم بس ايه ما يبقاش الموضوع مبهم بالنسبه لكم، هو بيواعد واحده متزوجه بس، فدي مصيبه يعني، والراجل مش محتاج يعمل كده. فيبدو انه بيحبها والله اعلم. المهم فجيت المره الرابعه في القعده الرابعه وقلت له ان واحد لا قلت له انك انت تعرف واحده متجوزه وانت تعلم انها متجوزه، ده كارثه كبيره. ومش قبل ما اسمع كلامه بقى ايه ابتدي اعلق، قلت له علشان كذا وكذا وكذا، والراجل ده هيجي يوم القيامه جوزها ده هيصفيك وياخد كل حسناتك يعني، كل شغلك وسعيك ومسعاك في الدنيا هيترمي في الارض هباء. فنوقف النزيف يا ريت. فراح اول مره يصارحني يقول لي انت عرفت منين؟ قلت
مش مهم ان انا عرفت منين. احنا اصحاب صح؟ قلت له طيب احنا لو انا يعني مش عايز لك الخير مش اولا مش هنصحك اربع مرات، دي رابع مره. قال لي ايه ده ازاي وبتاع، قلت له الثلاث مرات اللي فاتت كذا وكذا وكذا، قلت لك كذا. قال لي ده هو انت كان قصدك؟ اه كان قصدي. طب ليه ما قلتش دغري وبتاع ده؟ المهم بعد القعده دي يعني في اليوم ده بعت لي على الواتساب بعدها يمكن بشهرين حاجه عدت كتير كده، قال لي على فكره يعني لو كنت يا ريتك كنت قلت لي كده من سنتين فاتوا. قال لي يعني انا كنت متضايق ما انت قلت لي الموضوع ده وقتها، وعلى فكره كنت هنكر ولا عمري كنت هقول لك، ولكن لولا ان انا اتاكدت انك عارف حاجه انا ما كنتش فتحت لك قلبي. بس بصراحه فوقتني، ناس كتير كلموني اللي عرف بقى اللي ما انا بدات الموضوع فضيحه، كل شويه حد يشوفني ما بيقول لي البلد يعني واضح انها قطن بصاله، كل ما حد يعرف يقول لك ايه ده مين دي ومش عارف ايه، واقعد اقول اللي يعرف واللي ما يعرفش. فقال لي فكل واحد ينصح وبلاش ودي شكلها ومش شكلها. فالمهم فقلت له بص ايا كان الناس عارفه ولا مش عارفه، لو هي واحده صح او الطريق ده صح تقول لك ماشي. يعني مثلا واحده عندها مشاكل مع جوزها وهيتطلقوا كده كده، مش انت اللي مطلقهم يعني، وبعد كده هتتجوزك يا عم ما عنديش مشكله، ما يعني وعند الله هيكون كل حاجه سليمه. لكن واحده عايشه مع الراجل وبتحبه وكمان عايشه معاك وبتحبك، ايه ده؟ قال لي بصراحه هو الوضع كان كده، ولولا كلامك انا ما كنتش فكرت في الموضوع بهذه الزاويه، ولا ان انا افكر فيه ان انا هقطعه نهائي وانهي القصه دي خالص. قال لي فعلا ده اللي انا عملته، ومش بقول لك يعني علشان تبطل تشك في سلوكي او بتاع، قال لي لا انا بقول لك علشان تعرف ان انت كلامك بيفرق، ان انت مثلا لو في حاجه تانية عايز تنصحني بيها لو سمحت قول لي. فساعات النصح ما يجيبش نتيجه خالص بالنسبه لك في وجهه نظرك، ولكن رد الفعل بتاع النصح ده يجيب مفعول بعد شهور، ممكن مش على الشخص اللي انت بتنصحه، ممكن على حد تاني خالص عنده نفس المشكله. فلا تتوقف يا اخي عن النصيحه مهما نهروك مهما قالوا لك كلام فظ، المهم ان انت نصيحتك تكون بادب وبنيه خالصه. ما يكونش انا بعيد طبعا عن قصه العلاقات مع واحده او زوجه او واحده متجوزه او الكلام ده كله، سيبكم من الجزئيه دي، انا مركز في جزئيه النصيحه نفسها. في معلومه عندك تقدر تقولها تفيد الحد اللي قدامك قولها. في ناس بقى اتمه، ناس عندها شيطان واخد ودانهم مبوله طول الوقت، سوري في الكلمه، اللي هو تيجي تنصحه بنصيحه مثلا من سطرين ونص يقول لك لا ما هي تنصح نصيحه كامله صفحه كامله يا ما تنصحش. ايه يا عم ده انت واحد خبيث بقى اللي هو عارف اللي هو بص ما تنصحش وخلاص، يقول لك قول معلومه كامله. يعني ايه معلومه كامله؟ في نظريه مين المعلومه الكامله؟ ان انا اقول لك ايه راي رئيس الوزراء ورئيس رئيس الجمهوريه وراي رئيس الجمهوريه الثانيه ورئيس الاتحاد الاوروبي، اجيب انا اراء الناس كلها واقعد اكتب لك مقاله؟ انا بقول لك النصيحه كلمتين ونص اللي شايف انها تفيدك. عايز نصيحه مطوله روح خدها من مصادرها بقى ما دام انت حابب النصيحه، لكن حد بيفاصل معاك في النصيحه بتاعتك ويقول لك لا لا نصيحتك كده غلط على فكره، ويعدل عليك يقول لك لا لا بص انت حط لها كده ايه قصه ولبسها برنيطه، لبسها برنيطه تبقى حلو. ايه يا باشا النصيحه نصيحه على قد ما قدرت، مهما حد فاصل معاك وقال لك ده ما تنفعش ده مش عارف ايه ده عشان يسد نفسك، ده الشيطان بال له في اذنه علشان يجي يعكنن عليك يخليك ما تنصحش حد تاني. وتوتا توتا فرقة الحدوتة، يا رب لا نكون ده ولا نكون ده، لا نكون الناس اللي هي تمتنع عن النصيحة عشان قرف، ولا نكون الناس اللي بتقرف الناس علشان ما تنصحش تاني، ولا نكون حتى الناس اللي بتعصي ونحتاج ان الناس تنصحنا. بس طبعا طول الوقت هنفضل بنعصي للأسف، وهنحتاج الناس تنصحنا، نحتاج الناس جنبنا. فما تنبذوش الناس ما تزقهمش، حتى بيقول لك نصيحة اسمعها من لعله مش خبيث. يا أخي في ناس خبيثة لكنه بينصحك ولكنه بيشمت فيك، أنا مش قصدي على دول، وياريت ما نكونش من دول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.